هوريكو ازاي عملت هاني ساسيمي تشيكن، سهلة قوي وبجد طعمها تحفة. عندي صدرين فراخ متقطعين مكعبات بالحجم ده، هحط عليهم بيضة صويا صوص وشوية فلفل وهقلب كل حاجة واحطها على جنب. في طبق تاني حطيت دقيق ونشا ذرة وهخلطهم شوية واحط الفراخ فيهم، اغطيها كويس قوي وهحطها في زيت درجة حرارته متوسطة لحد ما يبقى لونهم ذهبي كده واحطهم على جنب. للصوص هحط صويا صوص، عسل، شوية كاتشب وسكر بني لو موجود، لو مش موجود حطه سكر عادي، شوية خل ومية وهقلب كل حاجة. وبعديها في طاسة سخنة على النار هحط الخليط ده وهقلبه كويس، بعديها هحط عليه معلقة نشا مخلوطة بمعلقة مية وهقلبهم لحد ما يتقلوا وارجع الفراخ فيها. وعندي هنا انا حطيت كده رشة زيت سمسم لو عندكم حطوه وشوية سمسم وهقلبهم كويس قوي. انا بحب اسيرف ده مع رز بيبقى لايق قوي معاه، وحطيت رشة سمسم كده من فوق. دي الريسيبي اللي عايز يعملها، لو عملتوها بليز سند مي بيكتشرز، وباي باي.